صباح الخير مشاهدي شبكة ان تي ال وقناة نايل لايف. النهاردة الأربع 7/12/2011، السنة بتجري بسرعة وببطء في نفس الوقت، حاجة غريبة جدا، وما بين أب أند داون أو زي ما بيقولوا إيه، يعني طالع ونازل في المود العام. امبارح كانت آخر يوم في المرحلة الأولى وكانت انتخابات الإعادة الأولى. خليني بس أصبح على مي وعايدة. صباح الخير. صباح الخير شريف، صباح الخير عايدة، صباح الخير على كل بيتابعونا. وزي ما الشريف قال، النهاردة تاني يوم بعد انتهاء المرحلة الأولى انتخابات البرلمانية، وهو هو نفس اليوم المنتظر فيه إعلان التشكيل الوزاري الجديد لحكومة دكتور كمال الجنزوري. بالتالي في تساؤلات كتيرة جدا وآراء كتيرة جدا نتكلم عنها النهاردة أكتر في فقراتنا. راح هتكلموا في فقراتنا ولا؟ نشرب شاي الأول. أنا عايز طبعا بحاول أعمل لكم شاي على الصبح. صباح الخير على كل الناس اللي صاحية بدري وبتابعنا حلقة جديدة من نهارك سعيد. واسمحوا لي قبل ما نقول فقراتنا، أنا عايزة أبعت مباركة خاصة جدا لمنال. منال هي زوجة علاء عبد الفتاح المدون اللي موجود في السجون حتى الآن. امبارح اتولد خالد علاء عبد الفتاح، والناس كانت كلها بتحتفل. يعني عايزة أقول لكم تويتر امبارح الصبح والناس على تليفونات، حالة من الفرح الشديد، الناس كلها سعيدة وبتحتفل بمولد خالد علاء عبد الفتاح. ألف مبروك لعلاء، ألف مبروك لمنال. وعايزة أقول من التويتات اللي لفتت نظري التويتة اللي كتبها أحمد حرارة. كتب: اللي خايف واللي متطمن، اللي مؤيد واللي معارض، اللي في البيت واللي في الميدان، بكرة بتاعنا. خالد علاء عبد الفتاح اتولد النهاردة. ألف مبروك مرة تانية، والحرية جميلة، والأخبار الإيجابية لازم تتقال في أول اليوم، وبجد أكيد بجد طبعًا. كلنا سعداء. أكيد طبعا. وبرضو من الأخبار اللي كانت غريبة جدا بالنسبة لنا وكانت مش مفهومة خالص، هي أن مع أن كان في قلة في عدد الناخبين في أول يوم من أيام الإعادة وفي صباح كمان اليوم الثاني، إلا أن فجأة وقبل إغلاق اللجنة بساعتين تقريبا، فجأة بدأ توافد الناخبين. بالنسبة لنا دي كانت يعني شيء مش مفهوم. فأنا عايز أعرف من مي وعايدة كده، أنتوا يعني رأيكم إيه؟ تفتكروا ليه حصل ده؟ إحنا كمان كان الإقبال أقل بكتير جدا من قبل الإعادة، من أول مرة نزلنا الانتخابات يعني. بالظبط، بس ليه؟ يعني عايز أعرف ليه الناس زادوا قبل إغلاق اللجان بساعتين وبساعة؟ حسوا بقى إنها هي الفرصة الأخيرة، عارف إنها هي الفرصة الأخيرة. تاني ساعة فاضل لك ساعتين على الامتحان، بتبقى حاسس إن هي آخر فرصة. والله وفي عناصر كتيرة تخلينا نبص ليه الناس ما نزلتش أصلا في الإعادة بالشكل كبير. في جزء كبير من الناس كان فاكر ان الغرامه خلاص، بدا مسجل اسمه في الكشوفات فهو مش محتاج ينزل تاني. فنزلوا فعليا هي الناس الاكثر اهتماما بالسياسه واللي متابعه بشكل كبير. ده نظريه. نظريه تانية بتقول انه بعد ما كان عندنا 100 وحاجه مرشح بانصارهم، بقوا 2 بس، فانصارهم بس هم اللي نزلوا. على كل بس نتائج الإعادة فيها مفاجآت كتيرة، فيها مفاجآت وفيها إعادة كده لبعض التوازنات. أكيد هيبقى عندنا النهاردة يعني هنتكلم على ده. في نظرية تالتة برضو بتقول إن في ناس كتير قوي جالها إحباط من النتائج الأولى فما نزلتش الانتخابات في المرحلة. حلو، بس النتائج اتغيرت شوية، مش سلبية قد ما حاسين إن صوتهم يمكن ما يكونش مؤثر فعلا. احنا النهاردة هيكون عندنا فقرة خاصة جدا عن الانتخابات المرحلة الأولى باستفاضة في محافظاتها التسعة، وهيكون معانا أستاذ محسن بدوي هو محلل سياسي، وأستاذة أسماء الغول وهي كاتبة فلسطينية وكانت موجودة في مصر عشان تعمل تغطية خاصة جدا للانتخابات البرلمانية، انتخابات مجلس الشعب الثورة 2011. في فقرة كمان عن التشكيل الوزاري الجديد المفترض ان هو يعلن النهاردة، وهيكون معانا فيه أستاذ منصور كامل صحفي بمصر اليوم متخصص في شؤون مجلس الوزراء، وهنسمع ان شاء الله اسم وزير الداخلية. وأخيرا كمان عندنا فقرة فنية، عندنا فقرة عن فيلم مهم جدا الحقيقة وتجربة ظريفة جدا، فيلم اسمه أصوات مصرية، وهو عن ان كل، وده يمكن اكتر حاجه حسينا بيها اليومين اللي فاتوا، ان كل الاصوات تتكلم مع بعض، الليبرالي مع العلماني مع الاسلامي مع الشيوعي مع الاشتراكي. تجربه فيلم متميزه تستحق المشاهده، هي موجوده على يوتيوب اصوات مصريه، هنتكلم عنها اكتر في خلال الفقره. صباح الخير، نشرب الشاي ونخش على الصحافه، يلا بينا.